إذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب 10 فهذا الفيديو ممكن ما يهمك، إن شاء الله الفيديو القادم أو اللي بعده راح يكون فيديو توب 10، وإذا مشترك عشان التوب 10 والزومبي فيلا استمتع. أيوة فجروا، والله سلاح رهيب، سلاح جدا رهيب. أوه. أوه. هذا مو ريغان، هذا رئيس صاروخ. بهالفيديو رح نلعب ماب زومبي جديد يعتبر من افضل مابات الكوستوم زومبي ببلاك اوف 3. اسم الماب كولون، هو عبارة عن خليط بين ماب داي رايس اللي كان ببلاك اوف 2 اللي فيه السلاح الصابوني، وبين مهمة كولون ببلاك اوف 1 اللي كانت عبارة عن قفز بين عمارات وفي مطر. اجواء الماب جدا جدا رهيبة، وفوق كذا الماب مصمم ليكون لبلاك اوف كولد وور، راح تلاقي الهد والبركات وكل شيء نفس بلاك اوف كولد وور، شيء جدا رهيب. فيلا خلينا نلعب الماب مع بعض. اوكي شباب، قبل لا نبدا بالفيديو بس حاب انوه انه اظن صار وقت نتخلص من هالمايك التعبان، صح؟ طيب هذا الفيديو برعايه شور مايكروفون، وانا حاليا قاعد استعمل مايكروفون الجديد من عندهم يلي هو شور MV7 بودكاست مايكروفون. مايكروفونات شور غنيه عن التعريف، باي بودكاست مشهور حتى المغنيين بيستعملوها، ومعروف انها شغل احترافيين ومو اي شخص فينا يستعملهم الا هذا المايكروفون. مايكروفون شور MV7 سعره اقتصادي، وفينك توصله باليو اس بي باللابتوب او البي سي او حتى البلاي ستيشن على طول بدون محول XLR. وفعلا حسيت الفرق باستعمال هالمايكروفون، مهما كان في ازعاج حواليك المايكروفون راح ينقي الصوت ويطلع صوتك بافضل شكل ممكن. واكثر شيء عجبني انه في برنامج مخصص لهالمايكروفون باسم موتيف ابلكيشن. هالبرنامج بيخليك تتحكم بالمايكروفون على راحتك، تقدر تعمل ميوت للمايكروفون، تقدر تختار هل انت قريب ولا بعيد من المايكروفون، وفي اكثر من تون للمايكروفون. انا حاليا مختار الطبيعي، وحاليا حولت على الصوت التخين نوعا ما، لاحظتوا كيف صوتي تغير، وحاليا رجعت على الطبيعي، وفي كثير اشياء فينك تغيرها على راحتك. فإيه اذا ودك تعرف معلومات اكثر عن المايك شيك اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، هي هي اللودينج سكرين تبع الماب. مثل ما شايفين شكله الماب رهيب، اوريدي شايف بيرك جديد، اغارثن فيست كان اسمه. اوكي يا هلا والله، كأنه الأجواء جدا رهيبة. أوكي الباك بانش عندنا هنا، والهاد نفس بلاك أوف كولد وور. هاي هاي هاي، ليش زومبي من أول راوند سريعين؟ ألو، أول راوند المفروض يكونوا بطيئين الزومبي، ليش هنا معصبين؟ أوه يمدينا نشتري آمو نفس بلاك أوف كولد وور، نشتري طلق بكم؟ 1500، كولد وور 250 على ما أظن. طيب اظن النظام النقاط مو نفس كولد وور، صح؟ اي نظام النقاط العادي اللي متعودين عليه. فنعطي طخه 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 سكين، طخه طخه سكين. اوكي رغم الراوند نفس اللي دي ماشين، كانه اجواء الماب فعلا رهيبه جدا، المطر واللوحات وكل شيء، كل شيء رهيب. طيب اوه هي نفس النطة اللي اللي بطول القصة ببلاك اوف 1، هي نفسها بالضبط. اوكي اظن لازم النط، اظن لانه ما في مكان فوق. اوكي اوكي اوكي، بسم الله. اوكي اوكي، عدت على خير، عدت على خير. اوه هي داي رايس، داي رايس. اي نعم، محطة داي رايس. هنا المفروض يكون في مصعد، وهنا مصعد ثاني. اوكي اظن هذاك هاي الكهرباء. ناخذ لك كويك ريفايف لانه نفس بلاك اوف 3، ما عندنا ريفايف جاهز. خلنا نطلع فلوس من ورا هالزومبي. هذا نظام النقاط الرهيب، لو تكون كولد وور نفس هالنظام. اوكي عندي بابين حاليا، باب هنا وباب هنا، الا ما يكون في قطعه هنا. خلينا نشوف.
تلفون. اوكي اوكي لا ما عندي طلق ولازم افتح باب. بفتح الباب. هو يا هلا والله. اوكي شوتجن شوتجن هاد قال لا ما عندي ما عندي سارة. اوكي انا في مأزق انا في مأزق. هاد الحجر 115. اوكي كهربا كم فتحتها من شوي. اوكي شكله اكثر من سويتش. ان شاء الله القنبلة تجيب لي الفلوس اللي احتاجها. جابت لي لا والله. ان شاء الله القنبلة تجيب لي الفلوس اللي احتاجها. ايوه جابت لي شوتجن كان 1250. بسرعة بسرعة بسرعة. يا هلا والله هاد نفس القالو القالو من بلاك اوف كولد وور. اظن كل الاسلحة نفس بلاك اوف كولد وور اذا ما خاب ظني. خلنا نشوف. اوكي دث ماشين ناخذها على اخر ثانية. هنا في مكان انط منه ما اظن صح؟ ايه لو نطيت هنا راح اموت. بس هل هالحجر 115 رهيب؟ اكيد له علاقه بال والجو اوكي انا خليني استغل الدث ماشين بعدين اقعد اتكلم واقول واو مدري ايش. الدث ماشين اهم. اوكي راح الدث ماشين. البير جوا المصعد نفس داي رايس. إذا ما خاب ظني هي قطعة للترامبول ستيم. يب يب شكله النطاطة تبع داي رايس موجودة هنا. ترامبول ستيم أيوة موجودة. شيلد سليك وفاير صابوني تبع داي رايس وفي ثلاث أشياء ما أدري شو هما. أوكي هذا أظن آخر زومبي. لا أوكي لا هذا آخر زومبي. لا هذا آخر زومبي اللي وراي. لا يا سبحان الله الطلقة شالتهم الاثنين. لو قاصد اسويها ما راح اسويها. طيب ناخذ دبل بوينتس اخر الوقت. اوكي شباب معي فلوس الزيادة تقريبا 13,000 فخلنا نفتح ابواب. في باب هنا. اوكي مكان حشره مكان حشره وقطعه قطعه درع والزومبي سريع والزومبي سريع. كهرباء باب. ايوه مكان اوسع وصندوق الاسلحه. خلينا نروح على الكهرباء او المسكر الستامين اب. كم سويتش كهرباء فتحت؟ كم واحد فيه؟ اوكي اظن هذا اخر واحد. ما ادري والله اذا كان اخر واحد ولا لا بس اللي اعرفه اني بمكان جدا صغير وخايف من الزومبي الواحد. قطع كانها. هي 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 يا زومبي يا زومبي طول بالك. اوه سبيد كولا نفس شكله بكولد وور نفس الشكل. هذا كمان كهرباء. ارجوكم قولوا لي هذا اخر واحد. هي 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 اوكي اوكي من التعليق او الفريم دروب اللي صار شكله اخر كهرباء. يب يب الله على الساوند تراك. واو اوكي اسمعوا معي ما راح اتكلم. وين سامع الساوند تراك قبل؟ سامع في ماب زومبي قبل. مو قادر اتذكر يا من قصة الفوضى ممكن او من قصة الايثر. اتمنى شباب تكتبوا لنا بالتعليقات لو حد متذكر لانه جدا رهيب. اوكي في باب انفتح هنا ما ادري بس كله اماكن ضيق. اوه كاني شفت شيء. لا ايوه ايوه لا مو شفت هالشيء. الجقر يا هلا والله. تعال يا زومبي تعال كنت خايف منك والله لسه خايف منك. سريع الزومبي. اوكي في باب ثاني.
أوه بي اتش دي فلابر، مكان واسع شوي حلو. أوه ويدوز واين، أوكي 4000، أوكي راح أضل جنبه. أبي أشتري، أبي أشتري الويدوز واين عشان أحس بالأمان. أوكي معي فلوس الويدوز واين حاليا، أمان جاكر ويدوز واين. أوه باقي الشيل، لو أقدر أحط الشيل خلاص. لو صراحة قاعد ألعب ومتوتر، الماب جدا ضيق. أوكي خلص عندي الآمو، صراحة سلاح جدا عجبني فأبي أتطوره. أوه زبلاين، زبلاين زبلاين رجعني على البداية، حلو. تطوير تطوير صح؟ يا رباه يلا يا التطوير. اوكي لا التطوير مو نفس كولد وورد، لازم استنى. هو شوفوا لون السلاح احلى من كولد وورد، احلى من اي لون سلاح شفته. لون اظن الدي ام الترا الدارك ماتر او الدارك ايثر، والسلاح صار رهيب. اوكي اظن هذا اخر زومبي، قطعت الشيلد الأخيرة. جاكر ويدوز واين وسلاح مطور والشيلد الأخير، خلاص أموري أنا تمام. أنا نذبح الزومبي هنا البناء على ما أظن صح؟ أيوة يا رباه. بعد شوي بنشرب باقي البركات، في كتير بركات، في كتير بركات جديدة، أبي أجرب البركات الجديدة ولا نضل على المضمون. ما أدري إذا في ليمت للبركات ولا لا، على ما اظن في ليمت. اوكي شباب هذا اخر زومبي، خلنا نروح نكتشف الماب شوي. ما ابي اخذ هاي عشان ما يضربني بالغلط ويموت. قعدت وحبست وجمعت فلوس كثيره، شوفوا فلوسي كم، 18000. فاظن يمدينا نستكشف الماب على راحتنا. شو البرك بيسوي؟ keep your gun when you go down. اوكي لا او revive yourself، ما انا عندي كويك ريفايف، مش لما يمديني اقرا وراي هالزومبي. بس ابي اشرب سبيد كولا حاليا اهم شيء. صح انتبهت ليش ما حط البركات نفس كولد وور، شكل الاله من برا نفس كولد وور بس البرك نفسه لا. طب نلحق نقرا ريفايف سيلف اند كيب اول ذا بيركس. هو اوكي يعني اظن هذا نفس الكويك ريفايف بس بيضل معي كل البركات، فهل في داعي ناخذه؟ خلنا نفتح البوكس، ما فتحته ولا مره. اوكي اسلحه كولد وور، طلع لي السنايبر التعبان. ايوه سنايبر كولد وور. طب نفتح ثاني مره، بركي يطلع لنا الريغن او سلاح الماب. في هنا طلع لي مربع انا. اوكي اظن هي ثاني قطعه للترامبل ستيم. نعم الستونر، ستونر صح؟ يب كل اسلحة كولد وور شكلها. كمان فتحة للبوكس، مونكي او ريغان او سلاح الماب. اوكي لا ما ابي. اوكي شباب هالبيرك اغراني الصراحة، ونغمته خرافية، لو طحت برجع كل بيركاتي. واتذكر ان في بيرك الدبل تاب كان على الجهه الثانيه. ايوه تلفون ثاني، ست بيركات. خلنا نشوف فينا نشرب بيرك سابع ولا لا. اوكي ستامين اب، او يمديني اشرب اكثر من ست بيركات. حلو حلو حلو، اظن ما في ليمت، اقدر اشرب كمان بيرك في البي اتش دي فلابر فوق كان. خلنا نجربه. حلو بس ما احتاج البي اتش دي، ليش اشتريته؟ او ممكن لو طلع لي الريغن احتاجه. والله انا مفلس من اخر، معي اخر 1000، نجرب فيها الصندوق بركي يطلع لنا شيء نفس العالم. اوكي طلع لنا شيء نفس العالم. او البوكس هنا في بيرك جديد، في كثير بيركات جديده. اوكي لا ستونر احسن، زومبي سريع يخرب بيته. طيب خلنا نجمع شوية فلوس وبعدين نبدأ بخطوات اللغز.
اوكي شباب، شفت الشرح كيف نبني السلاح الصابوني تبع داي رايس؟ فاول قطعه على ما اظن موجوده هنا في مكان ما. ايوه هي اول قطعه، لسه باقي اربع. ثاني القطعه مفروض تكون هنا. ايوه يلا يلا قطعتين وناخذ الصابوني. والله من زمان ما لعبت فيه، من بلاك اوبس 2 2011 2012 تقريبا. اوكي والقطعه الثالثه عند الجقر حسب ما سمعت. فوين الجقر؟ هنا راح يكون في مكان ما. ايوه اوكي، والقطعه الاخيره في البدايه، فخلنا نروح على البدايه. اظن في اختصار هنا يمدينا نروح. اوه في قطعه. الو اي اوكي، ما قدرت اخذها. اوكي عشان نروح على البدايه لازم نجي هنا ونروح بالترامبل ستيم او الزيب لاين. شو الترامبل ستيم؟ جت على لساني، لازم نبنيها بعد السلاح. اوه في صوت تلفون، في صوت تلفون. ايوه بيرك، اعطوني بيرك، بيرك جديد اظن من شكله يعبي لي هيلث اكثر لانه صوره ابره وسهم رايح سهم جاي. اوكي اوكي ما علينا، حاليا القطعه الرابعه هنا وحاليا جاهزين لنبني سلاح الماب. الاصوات اللي في الماب رهيبه، نفس مابات بلاك اوب 3. يلا يلا جيب السكليك وفاير. يا رباه والله من زمان عليك. طبعا اللي ما يعرف شو هالسلاح، هذا من احلى الاسلحه بالزومبي، كان موجود بماب داي رايس ببلاك اوبس 2. سلاح صابوني من اسمه، تطلق صابون على الارض والزومبي يتزحلقوا يتزحلقوا ويموتوا. خلنا نجرب على هالزومبي. اقدر اطلق على الزومبي على طول ويموت، واقدر اطلق على الارض، فانا بطلق على الارض حاليا. خلنا نجرب عليه. اي مره ثانيه، خلا يتزحلق ليموت. ايوه ايوه ايوه، عاني عاني يا كلب. راح يموت، نسيت اخر شيء بيموت ولا بيضل يتزحلق. اظن لازم اطلق عليه نفسه حتى عشان يموت، راح يضل يتزحلق وانا اتزحلق. ها شوف انا اتزحلق كمان. اوكي لازم اطلق عليه هو نفسه. تعال اوح. طيب ما راح ابدا بخطوات حل اللغز، ابي اورجيكم السلاح شوي ونلعب فيه شوي، فراح هيك نعدي راوند كامل بس نذبح بالسلاح. وصح نسيت اخبركم، غيرت مكان الكام عشان تشوفوا الراوند اللي انا فيه. نسيت ان نظام بلاك اوبس كولد وور الراوندات تكون فوق على اليمين. اوكي اوريدي حشرت نفسي انا مكان ضيق شوي. اوه انتبهتوا لما نطيت انفجرت، هذا مفعول البي اتش دي فلابر. اطلق دوبو. ايوه طلع طلع، والله سلاح كان رهيب بيك يخلي الارض. هي هي انا قاعد ازعلك نفسي، اطلعوا. اوكي وكان يجيب فيك العيد لانه ماب داي رايس كان فيه كثير طيحات، فكان سلاح قوي بس يزحلقك يعني حتى هالماب. يعني انا لو تزحلقت هنا ممكن اطيح بكل بساطه واخسر على طول، فلازم انتبه. طيب شباب حاليا راح نبدا بخطوات حل اللغز. اول شيء في 115 كانستر او علبه 115 لازم ناخذها، والمفروض تكون هنا اللي شفتها من شوي وما عرفت شو اسوي فيها. ايوه بعدين اظن ننزل هنا اذا ما خاب ظني. ايوه ونحطها عند الحجر ال 115 ونخليها راوندين. بس على بين ما نخليها راوندين في شيء ثاني نقدر نسويه. ايوه تمام. الشيء الثاني حاليا انه بدنا ناخذ مفتاح كي كارد ونفتح منه شيء، فالمفتاح لازم نروح على الزيب لاين هذا ونطيح بالنص ما نكمل للنهايه، فلازم نطلع تحت. ايوه اقفز اقفز. ايوه تمام. لا لا لازم اضغط مربع. اوكي مره ثانيه. الله يا الله. لا اخذته ولا لا؟ انا ما اظن اخذته، ان شاء الله اخذته. طيب حاليا هنا في خزانه لازم نفتحها. ايوه وناخذ الكره. حلو حلو. طيب حاليا لازم نبني الترامبل ستيم، نحن اوريدي عندنا قطعتين ولازم ناخذ قطعتين ثانيين. فعلى ما اظن القطعه هنا المفروض. لا هنا اخذناها. اوكي لكن
عند السبيد كولا والبداية خلنا نشوف. اوكي والقطعة الاخيرة للترامبل ستي مفروض تكون هنا في الزاوية. يب حلو. هلا بنبنيها ومنجرب الترامبل ستيم. اظن اخر مرة جربناها ببيريد ببلاك اوفس 2. ايوه البناء هنا عند الجقر تقريبا. قاعد العب دمسي انا صح؟ ايوه معاي. اوكي ما راح استعملها على الفاضي، راح استعملها عشان حل اللغز. في ثلاث اماكن بنجمع منها، ثلاث اماكن ناخذ منها ثلاث قطع، وهالاماكن ما فينا نروح عليهم الا بالترامبل ستيم. اول مكان هنا ننط، بعدين نحط الترامبل ستيم بهالشكل. لازم اروح هناك. لا ما ابي زومبي يموت، ما ابي زومبي يموت، لا تموت تكفى. تعال تعال تعال. ايوه لا 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 تلحقني. حلو راح. هاي القطعه الاولى. المكان الثاني هنا المفروض. يب واخذنا ثاني قطعه. لا تلحقني تكفى. اخ اوكي خلينا ناخذها بسرعه. او يمدينا ناخذ ال 115 كانستر، خلصنا منها. حلو خلينا نعدي راوند ونكمل بالخطوات على السريع. الله الله شوف 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 المجموعه اللي وراي. طلعوا طلعوا هيكلها، راح اقتلها بطلقه الصابوني. واحد روح يا وحش. طلقتين طلقتين. الله 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 دوبوا واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني. يا الله شنو سلاح رهيب. طب المكان الثالث حاليا هو عند سبيد كولا. ناخذ القطعه الاخيره للغز اللي هو هنا. بس لا يموت الزومبي، لا يموت الزومبي، لا يموت الزومبي. بسرعه 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 يا الترامبل ستيم، بسرعه تكفين. يلا ايوه لا تلحقني. انا تحت انا تحت انا تحت يا زومبي تعال. ايوه حلو انه ما راح. طيب حاليا الخطوة هي انه لازم نبني الاشياء اللي جمعناها فوق على السطح، وبعدين راح يعطي ايوه هنا، بعدين راح يعطينا كرة فيها كهرباء ولازم نشغل فيها ثلاثة جنريتر. اوكي ليش ما نحطت الكرة؟ اظن معي الكرة انا صح؟ ايوه المفروض حاليا يجي رعد. شو 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 الاصوات؟ ايش قاعد يصير؟ هو اوكي والله صوت رعبني. طيب ناخذ الكره الحين ونروح على اول جنريتر اللي هو عند الجقر. ايوه هنا بشار لما يجي دونيشن. هل لازم اقتل الزومبي ولا لا؟ اوه بيطلع زومبي. هاي هاي الو الو ماني مجهز نفسي. اظن اضل على الشوت جن لانه سيء الصابوني هنا. والله الوضع حشرة الوضع حشرة الوضع حشرة. مع الصابوني ما بجي حشرة، فقط اطلق على الارض وخلاص زحلق ابوهم. ايوه الحين بناخذ الكرة اللي اخذناها وبنرجعها على السطح، على السطح وعلى الجنريتر اللي بعده. نستنى لي يضرب الرعد مرة ثانية. اوكي جيب الكرة. يلا لوك داون ثاني. هالمرة المكان شوي اوسع. ليش ما في زومبي؟ سامع اصواتهم بس ما هم موجودين. شكلهم معلقين صح؟ وينهم بس؟ وين معلقين؟ اوه هنا! يا هلا والله! احلى جلتش! اوكي اوكي لا 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 راح التعليق راح التعليق. اوه خلص والله سهل. الزومبي مقلشين كانوا. ونحط الكرة ونستنى الرعد. وضرب الرعد والجنريتر الثالث. هنروح بالزيب لاين اظن اقرب. وعند سبيد كولا فا اي اختصار نروح من هنا. اوه هالمكان مره صغير والله. اوه والله مكان عشرة بس لا لا اسلحتي قويه ومعي بركات وكل شيء فان شاء الله الامور تمام.
حلو خلصنا. ونحط الكرة للمرة الأخيرة وآخر مرة تضرب رعد. يلا. أوه! ليش هالمرة الرعد قوي؟ طيب حاليا الخطوة اللي بعدها لازم نسوي 3 تحديات، بس لازم ناخذ الكرة أول. فناخذها. التحديات عبارة عن تعبئة أرواح على ما أظن. نجي على هالمكان، هذا التحدي. أيوه. الحين حتى نفس التحديات في بلاك أوبس كولد وور. يلا. أيوه الحين طالع منها ضوء. بالضبط. يلا. ايوه بما ان في ماكس امو خلنا نفضي ام الصابوني. ايوه يلا جيب الماكس. لا عليك، انا عليك الكبوم. ما اظن لمصلحتي اخذ الكبوم. ايوه كذا يتعبوا الارواح. لا قاعد يروح الويدوز واين. اوكي بطل عندي ويدوز واين يا الربع. لا 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 انا محشور. اوكي عندي بيرك اللي مفروض يرجع لي بيركاتي صح؟ لو ما اعطاني بيركاتي راح ازعل. لو ما رجع لي بيركاتي، لو ما والله ما رجع لي بيركاتي الله يلعنه من بيرك. جيم اوفر. هاي ما ادري شو صار بس كفو. والله كفو. هاي ما ادري شو صار بس ما انتهى الجيم. اوكي خلصتي اخيرا. بتجيب ام العيد اخيرا خلصت. طيب هاي ثاني واحدة. الزبدة حاليا لازم اني ما اموت لو شو ما صار والعب بحذر. ولازم اهم شيء اني ما اضوع الويدوز واين، قنابل الويدوز واين، يعني لازم اني ما انضرب بكل بساطة. حاليا عندي صفر، المفروض تعبي 2 على بداية الراوند. ان شاء الله تعبي. لا قنبلة ويدوز واين راحت. ولا وراحت ثاني قنبلة. يا الله قربوا. ايوه قربوا. خلصت. حلو. اوكي الاخيره السهله. هو المشكله انه ما قاعده تاخذ ارواح الا مره قريب، فهل اللي هذا شوي مصعبها. اوكي بحاول اذبح المجموعه كلها بمره واحده عندها من هنا. تعالوا. ايوه حلو. اوكي انا شفت انه يمديني اطور السلاح. يب تطويره ثانيه سلاح الماب ما اظن لانه له لغز للتطوير. نطوره بعد شوي. نفس بلاك اوبس كولد وور يزيد قوه التطوير، ما يعطيني عليه خاصيه. لا والله اعطانا عليه خاصيه تحريات. خلصنا يا الربع. نطلع من هالمكان لانه حشره الصراحه. بسم الله. مكان التحدي الثاني هنا، واللي هو اني اذبح 50 واحد بسلاح مطور، فخلنا نفعلها. حلو بس ادبح سلاح مطور، سلاحي اوريدي مطور. انا ابي اغير هذا التيرن، قاعد يجي فيني العيد. ها هو قاعد يذبح لي وراح ينهي لي الراوند ادري، فلازم لازم ارجع اطور السلاح واتخلص من هالخاصيه. نرجع على البدايه ونغير تطوير السلاح. بسرعه. حلو كهرباء. خلصنا التحديات.
طيب الشباب البوابة هاي فتحت مثل ما شايفين، نحط الكرة هون، وحاليا الخطوة حسب ما فهمت انه لازم اضحي بسلاح ولازم يكون وراي زومبي واحد بس. خلنا نخلي زومبي. طيب حاليا لازم اضحي بسلاح، اضحي بالشوتجن هنا صح؟ ايوه راح الشوتجن. يمديني ابدل اضغط مثلث، حلو يمديني لو انحشرت اقدر اشيلها. طيب هلا بهالفانوس لازم ناخذ عينات نوفا 6، فخلنا نروح عليهم. اول مكان هنا، اوح غرفه سريه هنا، النوفا 6 اخذناها. ثاني مكان عندنا يا المفروض هنا، ادخل. ايوه نوفا 6 نفس اخر اعلان لبلاك اوف كولد وور، مخليهم نفس الشكل. والمكان الثالث والاخير هنا، مكان جدا حشره، فبسرعه بسرعه 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 بسرعه. حلو لازم حاليا عينات النوفا 6 اللي اخذتها احطها هنا. لا وين؟ اوكي لا اوكي لا 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 تقول انقطع راسك. حلو حلو ما انقطع راسك، انت موت، انت موت. نحطها هنا. ايوه حلو. لا لا ما ابي هذا يموت. ايوه الحقني هنا يا خوي. طيب حاليا لازم نستنى راوندين، فبهالراوندين انا راح اضل افتح بوكس واطلع سلاح كويس. خلاص اظن يمدينا اتخلص من الفانوس. او مونكي، انا اروح اخذ الشيلد. Two thousand years later. يا هلا والله. انا ليش ابي الريغان؟ لاني سمعت ان الريغان في هالماب نفس قوته ببلاك اوف كولد وور، حتى نفس الشكل، نفس شكل بلاك اوف كولد وور، وعندي بيرك البي اتش دي، فيعني خلاص دعس يا ولد. يا الله يا ريغان، كاني قلت ريغان نفس الاجانب ريغان. يا رباه يا رباه. طيب خلنا نشوف هل فعلا الريغان قوي. اوه هذا مو ريغان، هذا رئيس صاروخ. طلعوا الفاير ريت شو عالي، بس الامور عن طلق راح يطير الطيران. اوه ماكس امو، يعني فضي ام الريغان. لو عندي رينج اوف فاير من كولد وور كنت استعملتها الحين. اوه كبوم، انا ما بينهي الراوند لانه على هالراوند اظن يمديني اخذ الصابون المطور. ايوه الخليط خالص، يب حاليا يمدينا نروح ونطور الصابوني. هنا نحطه بهالمكان ونرجع ناخده. لازم نستنى راوند كم باك ليتر. اوكي اظن لازم نعدي راوند. اوكي خلنا نشوف فينا ناخذ السلاح ولا لسه. يب يب يا هلا والله، صار لونه احمر. طيب خلنا اوكي اوكي نجرب مفعوله، نجرب مفعوله 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 مفعوله. راح اطيح، هات لي ويدوز واين. والله سلاح رهيب، بس اسمح لي يا صابوني انت تنكب تنكب، لانه مو بس يزحلق الزومبي ويزحلقك. طيب اظن اني مجمع مجموعه كبيره، فخلنا نشوف شو بيسوي. اوكي نفس الشيء بس صار لونه احمر، وواضح انه صار اقوى بكثير. اوح فرمهم فرم. لا ما ابي اذبح اخر زومبي. وين اخر زومبي؟ اخر زومبي لا تموت، تكفى تكفى. ايوه خلك انا بعد على النار حبيبي انت، تعال لان الخطوه اللي بعدها لازم يكون في زومبي وراي. حاليا الخطوه نفس حل لغز ماب مون، راح نطلق على هالكره وراح تطير. يب ولازم نلحقها. وين يا كره يا كره يا كره يا كره؟ لو نطيت بموت، ان شاء الله ما اموت.
اوكي لازم توقف مكان واطلق عليها. لا ما بي الزومبي يموت لو مشي هنا بيموت. بس لازم الحق الكرة يا رب ما يموت الزومبي. بحاول اني ابعد طلقاتي من الارض. والله ما في امل طلق جاي بتوزع بكل مكان. وين 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 هي يا زومبي هدي. لا وين طلعت؟ الو ان شاء الله الاقيها. هنا هنا صح هذه هي المفروض على البداية. البداية هي هو البس فايت او مو البس فايت النهاية الخطوة الاخيرة وخلص منحل اللغز. راح يكون صعب شوي بس يلا نحن لها. وين وينها فاينل ستيب. يلا الخطوة الاخيرة ومنحل لغز الماب. حل اللغز راح يعطوني البركات كلها. الماب مليان بركات جديدة فراح نجربها كلها. استعمل الصابوني ولا ما اخاطر؟ والله الريقة الريقة يكفي. طخ طخة هنا طخة هنا لأنه عم يطلع كثير هنا. والباقي نلفلف فيه عادي. وطخة هنا ما تضر. بس أهم شيء إني ما أطلق بالنص. أوه لازم أذبح هنا عشان ياخذ الأرواح التنين. وأنا قاعد أذبح على الفاضي طول هالوقت. اوكي بطلق الصابوني على الارض هنا وصابوني هنا بس خلاص لاني فضيت الريغن. فضيتها ما عاد عندي ريغن. يمكن لا والله لسه عندي بس الصابوني احسن. يلا يا شباب الخطوه الاخيره. فضي فضي الصابوني انه اكيد راح يعطيني ماكس سامو. خلي الارض كلها حمراء. ايوه تزحلقوا. بخلي لكم اياها مدينه ملاهي بس الفرق انكم راح تتفجروا بعدها. ولا ده هاي هاي الو 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 انا زحلقت معاهم. لا تحمست. خلص الامو. خلصنا خلاص. الله شوفوا الفركات شوفوا الفركات. والله كمية بركات مرة كثيرة. يب خلاص يا شباب أظن هي النهاية. حلينا نغز الماب عندنا كل بركات. لو بدنا نوصل راوند عالي أقدر أوصل راوند عالي بسهولة بس خلاص يعني أظن مدة الفيديو أصلا طويلة بدون شيء. الماب جدا رهيب وأجواء جدا رهيبة. مطور الماب قال إنه راح يضيف بوس فايت على اللغز. راح يضيف وحش بالاخير نقاتله بس الى الان ما ضافه. فان شاء الله لو ضافه ما راح اسوي فيديو راح اسوي بث مباشر على قناتي الثانيه نسويها. فتاكد انك شارك قناتي الثانيه اللينك هيكون اسفل الفيديو ثاني لينك. ف خلنا نعطيكم نهايه مع الصابوني. اوكي شباب اتمنى نهايه الفيديو. لا تنسوا تضغطوا الفيديو زر اللايك. شاركونا بالتعليقات اراكم على الماب. وإيه بس لكم شركيات وشركة كيف. شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.